الكمامة يا جماعة والتباعد. الناس اللي انا بشوفها دي في الشارع مش اللي حاطط لي الكمامة فوق على شعره واللي حاطط لي الكمامة على دقنه وسايب بقه ومناخيره، طب نعمل ايه يعني؟ اروح فين؟ ما تلبسهاش بقى يا سيدي بقى وتعرض بقى للمساءلة القانونية. ما تحطليش كمامة كده ولما تلاقي لجنة تيجي منزلها على بقك. انت بتحافظ على مين انت؟ ربنا ما يجيب غرامات والناس تلتزم يا جماعة، عايزين الناس تلتزم مش كده. 1152 حالة إيجابية تاني النهاردة. وبعدين من المنطلق ده بقى أنا يعني بناشد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، بقول له يا دكتور خالد نكلم مين؟ لما حضرتك مش بتتواصل غير مع بعض البرامج ومنهم اتنين يعني مش تبعنا خالص، محطات أجنبية. طب احنا نكلم مين طب يا دكتور خالد؟ حضرتك عليك مسؤولية زي ما احنا لنا مسؤولية، حضرتك عليك مسؤولية. احنا في حالة طوارئ، ما ينفعش نتصل عليك عشان نطمن ونشوف الدنيا فيها ايه. وبعدين انا عايزك تشوف انت وزارتك الموقرة المصائب اللي بتحصل في المستشفيات الخاصة. عندي شكاوى قد كده يا استاذ خالد عايزين نكلم حضرتك فيها، بس ودانك مقفلة. الاعداد تعبوني يا دكتور، مش كده مش كده يعني. احنا نروح لمين؟ احنا نخاطب مين؟ احنا بنتكلم معاك بنص القانون والدستور على تداول المعلومات، احنا نروح فين يا دكتور خالد لما حضرتك منوط بان ترد علينا؟ احنا نستقي كلامنا من اي مصدر؟ انا تعبت من طريقه حوار حضرتك معانا. بنتصل عليك ناخد المعلومه من مين؟ قول لنا يا جماعه في رقم تليفون خد المعلومه منه. يا استاذ كرم جبر انا بناشد سياده الوزيره، استاذ خالد مجاهد ما بيتواصلش مع اي حد، ليه قنوات معينه بيتواصل معاه. طب مشاهدي قناه المحور ياخدوا المعلومه من مين؟ يعني ايه برنامج او اتنين؟ يعني انت بتحتكر نفسك على برنامج او اتنين يا دكتور خالد؟ حضرتك انا عندي مشاكل ومش عايز اسيرها، فارجوك تتواصل معانا. ماشي يا جماعه نرجع لكم تاني، ومش عايزين نخرج من مدنا. دكتور خالد مجاهد اصلا يعني لا في حال الطوارئ ولا في اي حاجه ولا في جائحه ولا يعني عادي، الايام عاديه عنده. احنا كلنا بنوصل ليل بالنهار وكلنا في خدمه البلد، يعني هات تكون موجود. عفوا يا شيخ نبيل، لا يعني جايانا شكاوى كتير وعايزين نتواصل. دكتور خالد مجاهد انا شايف كاعلامي وكمنصه اعلاميه انا شايف في تقصير عنده. حضرتك لا بيرد ولا بيسال، وفي ناس بيقولوا لنا هو يعمل سكرتير لنفسه عشان هو مش هيرد اول وقت مش متاح ليه يقول. مثلا احنا عندنا الساده المشاهدين يعني في حد بيقول ان في لائحه نزلتها وزاره الصحه باسعار معينه، الناس الساده المواطنين الغلابه اللي انهكوا في الشهور اللي فاتت، الناس كلها يعني بتدفع ضريبه كورونا، انما فين؟ فين النهارده؟ انا بطالب يا جماعه الدوله المستشفيات الخاصه دي يكون عليها رقابه. حضرتك خد مكتب وهات حد من وزاره الصحه يراقب على هذه المستشفيات اللي بتمص دم الغلابه بتتاجر في البشر. صح، مستشفيات خاصه معايا اسمائها حضرتك بتتاجر في البشر. فين تسعيره وزاره الصحه النهارده يا دكتور خالد مجاهد؟ فين التسعيره المحترمه؟ حضرتك تواصل معاه وانا هقول لك مستشفى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة قالوا للناس ادفعوا 30,000 و50,000 والليلة ب20,000 في العناية المركزة. طب المواطن يروح فين؟